تحت شعار تخصصي مستقبلي، أقامت جمعية الثقافة الاجتماعية معرض المستقبل الوظيفي بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. المعرض يهدف لمساعدة خريجي المرحلة الثانوية على الاختيار الصحيح لمستقبلهم الدراسي وتحديد وجهتهم بعد المرحلة الثانوية. في إطار أدائها لدورها المجتمعي، أقامت جمعية الثقافة الاجتماعية بمقرها في منطقة ميدان حولي وللمرة الأولى معرض المستقبل الدراسي لمساعدة خريجي المرحلة الثانوية على الاختيار الصحيح لمستقبلهم الدراسي وتحديد وجهتهم بعد المرحلة الثانوية. المعرض تخلله مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس من جميع الكليات لإرشاد الطلبة وتقديم شرح أوفى عن الدراسة الجامعية. الدراسة عامة في كلية العلوم الإدارية شوية أسهل من باقي الكليات. أيضا تخصصاتنا عملية، يعني مثلا واحد من أشهر التخصصات حق طلبتنا المحاسبة. تخصص المحاسبة تخصص مو وايد صعب، يحتاج فيه مفاهيم قواعد وأسس ومبادئ للدراسة، وفي احتمال قوي ضمان لا بأس فيه من حيث التوظيف بعد التخرج. أعضاء هيئة التدريس تحدثوا عن بعض التخصصات التي تدرس في كلياتهم بالإضافة إلى المميزات التي تميز كلياتهم عن بقية الكليات. بخصوص كلية الحقوق، كلية الحقوق تعتبر من الكليات ذات الطابع الأدبي، أي لا يدرس فيها المواد العلمية مثل الكيمياء أو الرياضيات أو العلوم، تأخذ طبيعة المواد القانونية، جميع فروع القانون. طبعاً إحنا عندنا شيء وايد زين بالنسبة لمسألة توافر المواد، يعني في باقي الكليات ممكن الطالب أو الطالبة تواجه مشكلة إن المادة هذه مسكرة أو يتأخر تخرجها بسبب عدم توافر المادة أو إن الشعبة مسكرة. في كلية الحقوق ما عندنا الشيء هذا. التخصصات الموجودة في كلية الآداب معظمكم يمكن يكون عارفها، أنتم غطيتوها أو جزء منها تم تغطيتها في الثانوية العامة كمواد، وإحنا نتكلم عن العلوم الإنسانية بشكل عام وهي اللغات. كلية الآداب فيها ثلاث أقسام لغوية: قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة العربية، قسم اللغة الفرنسية تم استحداثها مؤخراً، وفي عندنا قسم التاريخ، قسم الفلسفة، وقسم الإعلام. كلية الحقوق المعدل المكافئ فوري 90%، كلية العلوم الاجتماعية 86%، كلية الآداب 81%، وكلية العلوم الإدارية 80%، وأعتقد حسب كلام الدكاترة أن هالمعدلات قابلة للتغيير، فحتى الأخوة والأخوات عليهم المتابعة مع الصحف أو إدارة الجامعة أو قسم القبول والتسجيل. وعقب انتهاء أعضاء هيئة التدريس من تقديم الشرح عن كلياتهم، طاف الطلبة بالمعرض المصاحب الذي يشمل جميع الكليات، حيث يقوم الطلبة السابقون وأعضاء هيئة التدريس بالرد على استفسارات الطلبة المستجدين. مثل ما تشوفون هناك أيضا بعد المحاضرات الأربعة هناك بوثات موجودة تمثل عدة تخصصات، بحيث الطالب بعد ما يسمع المحاضرات ينزل ويقدر يسأل سؤال فيس تو فيس للدكاترة من ناس متخصصين، أيضا يسأل بعض الأشخاص الخريجين من الكليات بحيث يكون ملم بالتخصص وأيضا طريقة الدراسة، وأيضا زيادة عليها أنه يكون عارف فيما بعد الدراسة شو راح تكون طبيعة الوظيفة العملية. وبكذي يطلع الطالب من معرضنا تقريبا وصل 80% حق قناعة معينة انه يقدر يختار التخصص الفلاني وشنو سلبياته وشنو ايجابياته. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.